تلعب في راسك. جمع المشاطيح بتفكها زي ما انت شفت. بالنسبة بالشاكوش والمسمار في بيجي عندنا 4-5 عمال بفك المشاطيح، والخشب اللي بينفك نجيبه وين بنحطه في الماكينة هذه. هذه الماكينة احنا اخترعناها وقت ايش؟ بعد ما صار الحصار على غزة 2007 تقريبا. زمان كنا ناخذ هذه النجاره نجيبها نستوردها من برا او من اسرائيل او من الجانب الاخر طبعا اسرائيل. فلما تسكر الحصار غزه تسكرت علينا في الحصار هذا. المعوقات بتواجهنا زي ما انتم شايفين. بالنسبه للكهرباء والباب بتيجي 8 بتقطع 8، وهذا الاشي بكفيش عنا ان ننجز الاشي المطلوب منا. زائد الحاجه الثانيه المواد هذا بس الاخشاب مش موجوده في البلد، يعني بنعاني اليوم المشطاح ابو 5 شيكل 7 شيكل زمان، اليوم 15 شيكل. يعني هاي المنجره هذا كان فيها 1000 مشطاح، اليوم مش لاقي. في غزه ما فيش مشاطيح بسبب الضغط الاقتصاد اللي فيها غزة.